بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته، وهذه التغطية المستمرة لهذا الحدث الكبير، يوم الشهيد العراقي الذي أقيم في محافظة النجف الأشرف. نعم أعزائي، سماحة السيد الحكيم أشار خلال الكلمة التي ألقاها على جماهير تيار شهيد المحراب في يوم الحكيم إلى ضرورة مراجعة المسارات للتقدم صوب الأمام بمزيد من الوثوق والعزم والثبات على ذات القيم والمبادئ التي سار عليها العلماء والشهداء والقادة، كما أكد على التمسك بالنهج الوطني الذي يقدم مصلحة العراق فوق أي اعتبار آخر. لقد أعاد سماحته التذكير بضرورة التصدي بعيدا عن الانغلاق والفئوية والتعصب والتحزب الضيق، وبعيدا عن التفرق والتشبث والتنابز والتراشق، واستذكر هنا مواقف شهيد المحراب الخالد وعزيز العراق اللذين كانا عنوانا للوحدة والتراحم والتآلف ورموز التآزر والتعاون والتعاضد، كما جدد سماحته التأكيد على ضرورة توحيد الصفوف وتحقيق الطموحات والأهداف، وهذا يبدأ من المكون الاجتماعي الأكبر في البلاد تمهيدا لعموم الوحدة الوطنية في جميع البلاد. فالمكون الأكبر هو النواة الأولى لكل وحدة، وبدونه لا يمكن أن تتحقق الوحدة الوطنية إذا كان المكون الأكبر مشتتا ومتفرقا ومبعثرا ومتصارعا. لهذا وضع وحدة المكون الأكبر هدفا أول لكل المكونات الوطنية الأخرى التي تبحث عن الاستقرار والحقوق والشراكة والتوازن والتعايش، كما أكد على دعم وحدة الصف السياسي الكردي والسني مع احترام الخصوصيات الاجتماعية لكل منهم. هذه المضامين التي طرحها السيد الحكيم في اجتماع اليوم في النجف الأشرف سنناقشها مع ضيوفي، الضيف في الاستوديو الأستاذ جاسم الموسوي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا، وسينضم معي من النجف الأشرف لاحقا الشيخ إحسان الفضلي عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة. سيد جاسم، قرأت وشاهدت خطبة سماحة السيد الحكيم اليوم في النجف الأشرف، ما الذي جذبك فيها أو ما هي الخطوات التي ممكن أن تطبق في أرض الواقع وتجد لها أذان صاغية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، دعني أعزي الشعب العراقي العالم الإسلامي بذكرى استشهاد شهيد المحراب، رمز المعارضة الثابت الأمل الواقع الواضح السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه. ودعني أقول كان الأمل وكان الصوت وكان الاعتقاد بإسقاط الدكتاتورية عندما تشاهد السيد الحكيم يتحدث لكل الشعب العراقي، وعندما يقول كلمة السيد الحكيم كان هناك أمل للعراقيين بأن تسقط دكتاتورية الصدام من خلال هذه العمامة التي أطلق عليها أنها ستكون بمثابة تجربة الإمام الخميني. لكن السيد الحكيم، هنا أريد أصل إلى السيد عمار الحكيم، لماذا وصلنا إلى أن السيد الحكيم كان يخاطب العراقيين جميعا على ألوانهم وأطيافهم وأعراقهم وأثنياتهم على أنهم وحدة واحدة، ولم يفكر بمشروعا ضيقا، ولم يفكر آل الحكيم لا من يعني المرجع الأعلى هو زعيم الحوزة بالمناسبة السيد الحكيم الذي السيد محسن الحكيم الذي رضوان الله عليه الذي تميز بزعامة العالم الشيعي، ولم تكن أيضا التراكمات للشهيد السيد مهدي الحكيم ولا للسيد محمد باقر الحكيم ولا إلى عزيز العراق أي رؤية ضيقة من زاوية ضيقة، فما بالك بمن استلم حقيقة هذا الأرض سماحة السيد عمار الحكيم. بكل تأكيد ما لفت انتباهي هو لفت انتباهي لمرات عديدة أن التقيت بالسيد الحكيم، كان يتحدث على ضرورة ثابت الوحدة الوطنية وضرورة أن يبنى على تراكمات هذا النظام بالشكل الصحيح، وأن تكون نفس المسارات تصحح والانسدادات تفتح، وأن تكون هناك وحدة وطنية تبدأ
هنا من البيت الشيعي، هنا يريد أن يقول أن المكون الأكبر سواء في بعد السياسي أو في بعد الاجتماعي هو الذي يمكن أن يتحدث عن وحدة العراق، هو الذي ممكن أن يحقق الاستقرار في العراق، لأن الآخرين الأخوة الأشقاء الصغار طبعا مع جل الاحترام لكل هذه هؤلاء الأشقاء، ولكن أقصد بالأحجام، ينتظرون ويتأملون أن يشاهدوا صفا واحدا في البيئة الاجتماعية والسياسية الشيعية لكي يتوحد مع ما بقي من العراق. ما يتعلق بخطاب السيد يعني الذي يعطيه قوة ربما، أنه ذكر بأنه نحن لن نشارك في الحكومة القادمة سواء أيا من يشكل هذه الحكومة لن نشارك فيها، وبالتالي هو يدعو لهذا الخطاب، يعني هذا من واقع القوة يتكلم، ليس من باب أنه يريد مكاسب أو مغانم من هذه الحكومة القادمة. لا، هو دعوة سماحة السيد عمار الحكيم دائما وأبدا إلى صناعة نواة معارضة، وهذا أحد عوامل ترسيخ النظام الديمقراطي وإسقاط مشروع الانقلاب على النظام السياسي، بمعنى يقول لسنا طامعين في أن نكون في السلطة ولكن طامحين أن نكون في المعارضة، وندعو الآخرين، وكأنه يريد أن يقول للآخرين عليكم أن تجربوا مقاعد المعارضة التي بكل تأكيد ستمنحكم المستقبل مع الشعب العراقي. وهذا أيضا يدلل على أن مشاركة يعني الحكمة تحديدا أو السيد الحكيم بقيادته لم يكن الهدف هو الحقيقة المشاركة في تقاسم السلطة بقدر ما كان إما أن نذهب إلى المعارضة وإما أن توزع السلطة في العراق. بمعنى صحيح طبيعة نظامنا السياسي يا أخوان هي نظام برلماني نشارك من أجل أن نصل إلى السلطة، لكننا من منطلق القوة نقول نحن نبدأ بالمعارضة، قدمت لنا الإغراءات على رغم أقلة مقاعدنا لكننا رفضنا الوزارات، نريد أن نقول من منطق القوة من مساحة الجمهور ما جرى من تزوير في الانتخابات وتلاعب، رغم كل هذا نعض على الجراح ونقول نريد أن نذهب إلى المعارضة. وبالمناسبة في النظام الديمقراطي صحة النظام أن يختار الطرف السياسي أن يكون في المعارضة لا أن يفرض في المعارضة، بمعنى السيد الحكيم هو الذي يريد، هو اختار أن يكون في المعارضة عكس ربما بعض يعني القوى التي تحاول أن تكون بالسلطة، وإن لم تكن بالسلطة فسوف تدفع بالمعارضة مرغمة بذلك. وهذا طبعا جزء من الإيثار والتراكم العائلي المنطقي المبني على روح التراضي وروح الوئام ولا يكون هناك تشاؤم. هذا هو السيد الحكيم. شلون نشوف مسألة الـ 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 هذا التبني أو هذا الوعاء الأبوي اللي موجود عند هذا الخطاب؟ يعني الآن إذا استذكرنا من خطاب السيد محمد باقر الحكيم من الخروج من العراق عام 1980 إلى حد هذه اللحظة، وأنا أتكلم عن خطاب السيد عمار الحكيم، هذا الخط المستقيم بذات المنهج بذات الخطاب بذات الرؤية شيء أعتقد أنه لم يكن طبيعيا في الوضع العراقي، أنه جهة سياسية تتخذ مسار واحد لعقود من الزمن. شوف أنا عمري يعني حوالي يعني بال 18 سنة 16 سنة عندما انطلقت شرارة المعارضة خارج العراق يعني 1980، كوني مواليد 1964، لم يكن أحدا من أهلي من أجدادي يعرف معنى المعارضة إلا من خلال السيد محمد باقر الحكيم. كل هؤلاء الذين تشاهدهم، يعني أنا جزء من عائلتي من المعارضة، كل الذين تشاهدهم لا أحد يعرفهم غير بس لا يعرف لدى العراقيين سنة شيعة أكراد عرب الدول العربية إلا الشهيد محمد باقر الحكيم، هذه وحدة. والمدرسة لآل الحكيم أنا باعتقادي هي مدرسة تأسيسية للإسلام الحضاري والدولة المدنية، أنا طبعا كتبت عليه وتحدثت عليه وللتاريخ الاعتدال في فكر ومنهجية آل الحكيم التراكمية منذ المعارضة وصولا إلى السيد عمار الحكيم، أنا لست مستغربا من ذلك. هو هذه المدرسة يعني لا يستطيع السيد عمار الحكيم أن يكون راديكاليا في فكره، ولذلك هو يستمد من عزيز العراق من السيد محمد باقر من المفكر السيد مهدي الحكيم. بالمناسبة كل هذه مدرسة تكمل بعضها البعض وهي مقبولة من الجميع، يعني لاحظ في كل مشاكل السياسية العراقية الكل يلجأ إلى بيت الحكيم، الكل يقبل بالمصالحة في بيت الحكيم، لم يكن النجيفي يقبل أن يصالح المالكي إلا
بيت الحكيم، لم تقبل كثير من المعارضة أن تجتمع إلا في بيت الحكيم، لم تتخاصم القوى السياسية الآن ويختارون أيضا بيت الحكيم. حتى في الخلافات الإقليمية التي تتجه على العراق يقبل السيد الحكيم في إيران وفي السعودية في نفس الوقت، وهذا طبعا هذا يعني أن هناك فكر سياسي، عقلنة سياسية، هناك نضوج سياسي، هناك من يتقبل الصدمات. يعني أنا لو مكان سيد عمار حكيم مع هذا التنظيم هذه وعندي قدرة وشف التزوير، ممكن ما أصبر على التزوير وسأرفض وربما أنسحب، لكن رغم كل هذا يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى التماسك، يدعو إلى بناء البيئات الاجتماعية، يدعو إلى المشاركة، ويدعو أن يكون في المعارضة. وهذا طبعا تاريخيا، يعني هذا تاريخيا يضاف لآل الحكيم الذين نتحدث منذ 1980. أنا يعني أعرفهم أكثر من هذا، لكن 1980 ظهور المعارضة ما بعد الثورة الإيرانية وما بعد الحملة الشرسة الوقحة لصدام على كثير من العلماء، كثير من القيادات، بدأ الانتقال. وبعد يعني استشهاد الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه وإعدامه على يد الطاغية، أنا باعتقادي كان أمل العراقيين في أن يتسلم وأن يستلم آل الحكيم إدارة ملف المعارضة. شكرا سيد جاسم. الآن أنتقل أحبتي وإياكم إلى النجف الأشرف والشيخ إحسان الفضلي عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة. يبدو أن الصوت لم يجهز بعد، سنعود. سيد جاسم، ذكرت مفردة جميلة جدا، أنه هذه المدرسة اليوم كيف يمكن لهذه المدرسة أن تضع هذه التجربة وهذا الثقل التاريخي السياسي في التجربة العراقية الحالية، ونحن نعيش إرهاصات صعبة وظروف ربما مؤلمة جدا للمشهد السياسي العراقي؟ يعني أنا لا أخفيك، يعني أمراء الطوائف كثر في المشهد العراقي ما بعد 2003، والتمرد على قبول هذه المدرسة وهذه التجربة في حقيقة بعدين. الأول، لا يريد البعض حقيقة أن يعترف بحقيقة أن تجربة ومدرسة آل الحكيم هي مدرسة الإسلام الحضاري والدولة المدنية اللي أنا أصفها وأقول فيها اعتدال، فيها قبول للجميع وفيها تقبل. لم تكن العمامة راديكالية ولم يكن الشورت مرفوض، يعني في يعني هذا فقط مثل. والبعد الآخر، الآخرين لا يريدون أن حقيقة أن يجدوا أن هذه المدرسة هي التي تترسخ في النظام السياسي العراقي، بمعنى هي التي تكون يعني قطب الرحى في دوران القوى السياسية. كيف هو الرجل يعني حتى كثر الشيب بلحيته، يعني من قد ما يركض ويحاور ويعني السيد الحكيم ويحاول أن يجد، يعني يراد العراق أن يكون خطاب راديكالي؟ يعني لا، هو العراق يجب أن يعترف، لابد أن يكون هناك آباء مؤسسون، والسيد عمار الحكيم لا يتحدث عن نفسه، يتحدث عن إرث آل الحكيم، مدرسة آل الحكيم. وأنا أقول بكل صراحة، لولا المدرسة يعني الحكيمية في إرثها لم تكن دول الخليج تتعاطف معنا لإسقاط الدكتاتور على سبيل المثال مثلا، ولولا المدرسة الحكيمية لا يعترف بالبيت الشيعي أنه بيت المعتدل، دائما يقال راديكاليين ميليشيات ولا أحد يستطيع أن يقول السيد عمار الحكيم ميليشيات، لا أحد يستطيع، مع العلم شارك في الحشد وقاتل الرجل ودافع يعني لديه، لكن لا توجد فلسفة ومنهجية في عقلية آل الحكيم بأن يكونوا طرفا متطرفا في النظام السياسي. لذلك الآخرين يجب أن يأخذوا، الآن الآخرين يجب أن يفهموا لماذا يقبل الحكيم ولا يقبل غيره. يعني بدون ذكر أسماء، تقول لي هذه الشخصية أقول لك فلان لا يستطيع أن يجلس مع فلان، لكن تقول لي السيد الحكيم أقول لك سيجلس فلان وفلان. بمعنى الاعتدال والتأني وسلامة رجاحة العمل السياسي هي أولويات يتبناها آل الحكيم على القوى السياسية أن تأخذ بها. يعني لماذا يقبل الحكيم سعوديا ويقبل إيرانيا؟ هذا أيضا سؤال مهم جدا، يعني هو مو ميولة سعودية ولا ميولة إيرانية، ولكن لديه التوازن البلانس بكيفية إدارة وتوازن العلاقات الإقليمية الداخلية. الصورة التي نقلت عن تجربة ما بعد 2003 شوهت لدى كثير من الإسلام السياسي، لكن لم تشوه في البيت الحكيمي، رغم بالمناسبة وهو متوقع حتى الحملة الشرسة التي شنت يعني على السيد على آل الحكيم تحديدا
وعلى السيد عمار الحكيم، معنى ذلك أن هناك ثمار لا يراد لها أن تنضج، لا يراد لها أن تشكل حجرا وأساس في اللبنة، في لبنة الدولة العراقية. وهذه قراءة حقيقية، يعني مو قراءة من أجل مصلحة أو أجل منفعة أبدا، لكن هذه قراءة حقيقية. لذلك أنا باعتقادي القوى السياسية الآن عليها أن تنتبه. نحن وصلنا إلى انسدادات سياسية، وهناك كانت تظاهرات واحتجاجات، وهناك تدخلات، وربما حتى تشكيل الحكومة قد يواجه مشاكل. إخوان عليكم أن تذهبوا إلى الاعتدال، إلى قنوات التفاهم، إلى الحوار، إلى قبول الربح المنقوص والخسارة المحدودة. وهذا مبدأ دولي، يعني هذا مبدأ لفقهاء سياسة كبار، أن يكون ربح منقوص وخسارة محدودة في عملية التفاوض والحوار. شكرا جزيلا سيد جاسم الموسوي. نأخذ فاصل أحبتي المشاهدين ونعود مرة أخرى. كل الفرح عنوان وبعدك عال الصوت يا محمد باقر ويامك ما يوقف واحد قدامك، يا محمد باقر ويامك ما يوقف واحد قدامك، بروح بروح للموت وياك، قلب المجروح لا ما ينساك، هاي رجالي وهذا الحق، هاي رجالي هاي رجالي وهذا الحق، هاي رجالي. أهلا بكم أحبتي مرة أخرى في هذا التغطية، والآن انتقالي إلى النجف الأشرف. من هناك ينضم معي الشيخ إحسان الفضلي، عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. ما هي الرسالة التي انطلقت من النجف الأشرف بهذا التجمع الكبير؟ هل هناك رسائل ربما مبيتة أو رسائل سياسية، أم أن الأمر هو أمر استذكار فقط؟ أحسنتم، السلام عليكم وعلى جميع مشاهديكم الكرام. الحقيقة كانت هناك العديد من الرسائل التي أكدتها كلمة سماحة السيد عمار الحكيم. هذه الكلمة تضمنت عدة محاور. أولا على صعيد المحور الداخلي للحكمة، أكد سماحته على ضرورة البدء بمراجعة النفس، وأنه نراجع لنتقدم، ومن خلال هذا المحور أكد على ضرورة المراجعة أن تكون من خلال مراجعتنا شخصا شخص، والالتزام والتأكيد على الالتزام بالقيم والمبادئ الدينية، والعمل على إصلاح أنفسنا لننطلق نحو العمل ضمن الأوساط الاجتماعية وتفعيلها. هذه كانت جزئية مهمة في التأكيد على ذلك، على القيم الإسلامية الأصيلة. في جانب آخر أيضا انطلق سماحته نحو الفضاء الأوسع، نحو الفضاء الوطني، وأكد على ضرورة أنه تماسك البيت الداخلي للوحدة الشيعية، وأنه هناك محاولات أشارت كلمة سماحته لشق الصف وتمزيق الوحدة الشيعية ولإثارة الاقتتال الشيعي الشيعي، وهي قضايا لا يمكن أن نسمح بها، وسنبقى نمارس دور كبير وفاعل من أجل الحفاظ على وحدة الكلمة وعدم السماح لأي مشاريع وأجندات خارجية لتمزيق هذا الصف. الوحدة الشيعية والدم الشيعي والدم العراقي حرام وخط أحمر، سوف يكون لنا حضور وفاعلية في ذلك. كما استذكر سماحة السيد في كلمته التاريخ المعاصر لحكماء الحكمة وأدوارهم، حيث أكد على أنه حينما كان التحدي يقتضي أن تكون هناك كلمة حق عند سلطان الجائر، تقدمت هذه الجماهير وسابقت إلى تقديم التضحيات تحت غطاء شرعي في الفتوى للجهاد أمام السلطان الجائر المتمثل بالنظام الصدامي. وحينما اقتضت وتشابكت المصالح وتصارعت المصالح الخاصة، كنا أول المضحين مستذكرا ذلك، وكنا أم الولد السباقة في التضحية من أجل مصلحة أبنائها. واستذكر سماحته في الشدائد والمحن، كانت خيمة حكماء الحكمة الخيمة المظللة للجميع، التي تستقبل من جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي. كما استذكر سماحته حينما تعرضنا إلى التنابز والتسقيط والاستهداف بمختلف أشكاله، لم
ننزل إلى هذا الميدان لأننا أبناء مدرسة التقوى السياسية التي نظر وأكد عليها شهيد المحراب، ليس قاصورا ولم نكن قاصرين أو مقصرين في أن نرد على تلك التسقيطات والاتهامات والتنابز، ولكن إيمانا منا بالتقوى السياسية التي يجب أن نكون أول من يجسدها على أرض الواقع، وانطلاقا من هذا الإيمان عملنا وتحملنا جميع ومختلف أنواع التسقيط، ابتداء من سفير المرجعية إلى شهيد المحراب إلى عزيز العراق وإلى سماحة السيد. أيضا أكد في أنه بقاء واستمرار مدرسة شهيد المحراب في التأكيد على الإنسانية والإسلامية والوطنية، وأن هذه القيم والمبادئ ستبقى راسخة وسوف نستمر بالعمل من خلالها وتطبيقها على أرض الواقع. سماحة الشيخ إذا تسمعني، يعني عندي مداخلة ما يتعلق بعذرا على المقاطعة، الأعداد الكبيرة التي حضرت اليوم في هذا التجمع في مرقد شهيد المحراب وهذه الآلاف من الجماهير التي حضرت، ربما فيها رسالة أخرى ما يتعلق بنتائج الانتخابات، هل هذا الحجم هو ما أنتج في صناديق الاقتراع؟ ربما هكذا تقرأ أيضا رسالة أخرى. بالتأكيد هذه الرسالة كانت حاضرة في كلمة سماحة السيد، وأشار تلميحا أن هناك إرادات كانت خارجية تهدف إلى تغييب هذه الجماهير خلال هذه المرحلة، ونحن ندرك أن هذه الإرادات والتكتيكات التي تسعى لترك انطباع لمصالح آنية ومشاريع اقتصادية بعيدة المدى، ندرك ذلك الأمر، ولكن هذا الموضوع لن يثنينا على الإطلاق. رعينا المصلحة حفاظ على الديمقراطية في العراق واستمرار المشروع الديمقراطي، وعضينا على الجراح وانطلقنا نحو الأمام حفاظا على هذه الوحدة والتماسك وديمومة الديمقراطية في العراق، لكننا لسنا غير مدركين، بل مدركين تماما لتلك الأجندات والمشاريع، وسوف نستمر عبر صبرنا وصمودنا وعملنا، وسوف نؤكد للعالم في الجولات الأخرى من هي هذه الجماهير وما هو تأثيرها على أرض الميدان. شيخنا، ذكرت في بداية كلامك وصفت الحكمة أو هذا تيار شهيد المحراب بأم الولد. أم الولد قدمت كثيرا وما زالت تقدم، ولكن الضريبة كبيرة جدا على هذا التيار وعلى الوضع السياسي الذي يعيشه التيار. هل ما زالت أم الولد مستعدة لتقديم أكثر؟ هل ما زال في القلب من حجم ومساحة لهذا التقديم؟ وما هي ربما الاستحقاقات التي يتحصل منها من خلال هذه التضحيات المقدمة؟ الاستحقاقات هو المشروع الأساس، بناء دولة العدالة، الأمة العراقية، توحيد الصفوف، هذه استحقاقات أكبر من أن تكون من استحقاقات لمكسب لكيان أو ما تحصيل مكاسب شخصية أو فئوية هنا أو هناك. الاستحقاق أكبر، العراق يستحق، العراق يستحق كل التضحيات. مرحلة أم الولد أو مرحلة الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر، أو مرحلة الصبر، أو مرحلة احتواء واستيعاب ولملمة الجميع، ستبقى هذه المرحلة قائمة بحسب استحقاقات الواقع وحسب التحديات التي تكون على أرض الميدان. نحن نلازلنا ملتزمين ومتمسكين بمدرسة شهيد المحراب الخالد، وهذه المدرسة بكل التحديات التاريخية التي كانت سابقا والممتدة إلى هذا اليوم، بحسب مقتضيات تلك التحديات سنكون دوما كما كنا، ولن تغيرنا كل التحديات. حتى وإن كان هناك إرادة ربما مجتمعة أو إرادة خارجية داخلية لإبعادكم عن المشهد السياسي، حتى وإن كانت تلك الإرادة
أنه عم إرادة المكر والخديعة والتكتيكات التي تجري التي تريد إبعادنا عن المشهد، سوف نبقى مؤمنين بجماهيرنا، ملتزمين معهم، عاملين في أوساطهم، وسنبقى نقدم مصلحة العراق قبل كل شيء. شكرا سماحة الشيخ. أعود إلى السيد جاسم الموسوي، هل تتخيل المشهد بدون السيد الحكيم أو بدون هذه الجماهير أو بدون هذا الخطاب الوطني المعتدل إذا سلمنا بوجود إرادة لإبعاد هكذا أصوات من لا هو بالتأكيد هناك إرادة، وتجربة الإرادة بالانتخابات المبكرة، هناك دولة عظمى غير الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا كبيرا في إبعاد كثير من القيادات المهمة، ولكنها تناست أن الأحجام الرقمية لا تشكل الفعل إلا في حركة النظام السياسي كسيستم نظام، يعني سلطة وسلطة تشريعية، لكن الرموز المهمة الآباء المؤسسون ثابت وطني عراقي، بمعنى لا يمكن أن تشاهد مشهدا سياسيا عراقيا وأن لا ترى لوحة من لوحاته آل الحكيم أو مدرسة آل الحكيم، لا يمكن أن تغيب هذه الجماهير التي تخرج متطوعة رغم كل الإشاعات التي قيلت عنها سابقا، وهي اليوم تخرج ولا تملك سلطة، يعني ربما سابقا كانت في السلطة، كان لديها وزارة كانت تؤول، الآن لا تملك سلطة وهي ذاهبة إلى المعارضة، واستطاعت دولة خبيثة عظمى أن تغيب الأصوات وأن تلعب دور كبير جدا في نتائج الانتخابات، معتقدة أنها تستطيع أن تغيب هذا الجمهور عن هذه القيادة. هذا الترابط، أو دعني أقول هذه العقائدية الثابتة بجمهور الشهيد المحراب، جمهور الحكمة، جمهور السيد عمار الحكيم، باعتقادي لا يمكن تغييبه ولا يمكن أيضا التلاعب في وجوده الاجتماعي والسياسي، خطر جدا، يعني لا تستطيع أن تقول هناك نظاما ديمقراطيا وأنت تهمش مساحة كبيرة، هذه المساحة أنت سرقت أصواته، لكن يعني هناك كلمة للسيد عمار الحكيم، سماحة السيد عمار الحكيم، لنا جولة أخرى، بمعنى القادم مع هذا الجمهور، مع هذا التنظيم، مع تجربة سرقة الانتخابات واللصوصية التي حصلت، أننا سنظهر مرة أخرى من أجل الاستمرار في بناء الدولة والتواصل ووجود هذه الأسماء المهمة. ما يتعلق بمسألة هذه المساحة الكبيرة، أنت كمراقب ومتابع للشأن السياسي، كيف قرأت هذه الأعداد الكبيرة جدا، الآلاف المؤلفة التي حضرت إلى النجف الأشرف، وهل ممكن أن تبعث برسالة أخرى ما عدا الرسالة السياسية الموجودة؟ لا، هي رسالة ثابتة واضحة أنكم لم تضعوا يعني المعايير الصحيحة في سلوك ديمقراطي كان يفترض أن تقيم هذه المساحة الجماهيرية، بمعنى هذا الجمهور هو الذي يمثل صناعة الرأي في الدولة العراقية، سواء على مستوى البيئة الاجتماعية أو على مستوى القرار السياسي، هذا الجمهور لا يمكن تجاوزه، وهو جمهور حاضر ولن يتغيب، وسيستمر بالعطاء والتلاحم والتواصل مع السيد الحكيم، ولم ينكسر. أحسنت، هذا مهم جدا، يعني كل الرهانات أرادت أن تحدث شيئا في الانتخابات هو أن تكسر هذه العلاقة بين قيادات مهمة جدا معتدلة مثل يعني السيد الحكيم وجمهوره، والبعد الآخر هو أن تكون حرب شيعية الآن في الخطاب تشاهد أن السيد الحكيم يتحدث عن وحدة الكلمة والاتفاق بين القوى السياسية، هذا الجمهور يجب أن يحترم وأيضا أن يوظف بالشكل الصحيح. بالمناسبة خيارات الشارع الخاطئة هي أصعب الخيارات في الخيارات السياسية، بمعنى أن من يختار الشارع دون أن تكون له القدرة على السيطرة على تحريك الشارع ممكن أن يكون سلاح ذو حدين، لكن تتحدث أنت عن مدنية حتى في التظاهر، يعني إذا تتذكر قبل عامين كان هناك تظاهرات في الخلاني أيضا لجمهور الحكمة، وكان السيد الحكيم، وكان هناك تنظيم رفيع المستوى وراقي، وتشاهد يعني لم تكن هناك تأثيرات على حركة الدولة وعلى مصالح المواطنين، ولم تكن هناك شعارات متطرفة، ولم تكن هناك إلا أولوية العراق كعراق. الآن تتحدث عن جمهور ما بعد النزيف، ما بعد جريمة اختيان نتائج الانتخابات هكذا أسميها، ما بعد أن تدخلت الدولة العظمى الخبيثة المعروفة تاريخيا في العراق بسرقة الانتخابات وتغيير البوصلة، كل هذا والجمهور الآن
تشاهده، ربما ازداد العدد، ربما بالمناسبة ومن صفات الشعب العراقي أنه يقف مع المظلوم دائما وأبدا ضد الظالم، بمعنى يشعر أن استحقاقاته وحقوقه في الصندوق سرقت، وأن الهدف كان هو قطع العلاقة أو هذا الخط بين القيادة متمثلة بالسيد الحكيم والجمهور وحتى القيادات الأخرى. شكرا جزيلا سيد جاسم. أحبتي نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. ولا خيل خد منهج علي السيستاني يا ابو الغيره الابيه يا سيف المرجعيه جهادك يا محمد باطل الشاهد حكيم ابن الحكيم المرجع وصن بيها الولد للوالد مجدك مجد سيد محسن الخالد خلودك من خلودك وجودك من وجودك جهادك جهادك حياكم الله أحبتي المشاهدين مرة أخرى. أذهب إلى النجف الأشرف الشيخ إحسان الفضلي. شيخنا امتدادا لكلام السيد جاسم موسى وضيفي في الاستوديو، هل ما زالت الجماهير أقوى من الطغاة؟ هل ممكن لهذه الجماهير أن تغير المعادلة، أن ترسم صورة أخرى مغايرة لما ينوى أن يرسم للمشهد العراقي في قادم الأعوام؟ أحسنتم. طبعا بالتأكيد ستبقى الجماهير هي صاحبة الكلمة النهائية. شهيد المحراب قدس الله نفسه الزكية حينما قدم ووضع أول ما وضع قدمه إلى العراق وفي أول كلمة له أكد على إرادة الجماهير، وإن الكلمة كلمتهم، وإن القرار والإرادة ستمضي بما يريدونهم ولا يمكن أن يفرض عليهم شيء. وفي كما تعلم في تلك الفترة كان العراق تحت ظل احتلال مسجل في الأمم المتحدة رسمي، وفي ضوء ذلك الاحتلال وفي تلك الأجواء أكد شهيد المحراب لا يمكن أن نقبل قيمومة أو أبوية من أي طرف آخر، الإرادة العراقية ستمضي هي وستكون هي صاحبة القرار إلى اللحظة الأخيرة، ولن نقبل التنازل عن هذا الموضوع. سماحة الشيخ، في كلام السيد الحكيم أشار وبملء الفم لما يتعلق بمؤسسة الحشد الشعبي وحذر من التلاعب بها أو من ما يفهم من دمجها أو إلغائها، هل هذا الخطاب جديد أم هو خطابه ذاته الذي كان قبل الانتخابات؟ ربما الآن من يقرأ أو يسمع أو يشاهد هذا الخطاب قد يقول بأنه الحكمة غيرت منهجها وذهبت باتجاهات معينة تختلف عما كان سابقا. بالتأكيد لم يتغير شيء، هذه مسألة مبدئية. مؤسسة الحشد الشعبي هي خيار استراتيجي للعراق في أوج التحدي الكبير الذي واجهه العراق وشعب العراق باختراق حدوده من قبل عصابات داعش التكفيرية آنذاك. كانت لمؤسسة الحشد الشعبي صاحبة السطوة والحضور الكبير في التضحيات، صانت الأكبر في تقديم التضحيات والتسابق على الميادين. هذه المؤسسة تجسد خيار استراتيجي لحفظ العراق وحفظ وحدته وحفظ أراضيه وتماسكه. لا زال الموقف قديماً واليوم وسيبقى الموقف أزاء مؤسسة الحشد بأنها مؤسسة تجسد خيار استراتيجي مهم للعراق لا يمكن التنازل عنه بأي صورة من الصور. هناك في خطاب السيد تكلم أو حذر من مشروع دم، أو حذر من أن الدم
العراقي حرام والدم الشيعي من المكون الأكبر حرام. هل هناك إشارات؟ هل هناك قراءات لمستقبل ربما صعب يمر به العراق؟ هل هناك محاذير من أنهر من دم سوف تجري لا سمح الله؟ دعني أخبرك عن سؤال وجهه لي صحفي أجنبي، سألني السؤال التالي وسيجيب عن سؤالكم. قال: لماذا السيد الحكيم مصر على اللعب دور في تقريب وجهات النظر في توحيد الصفوف؟ الأطراف الأخرى يجب أن ينظر لها بمعيار سياسي غربي، إنه أطراف منافسة انتخابيا، فلماذا لا تبتعد ودع المقادير تجري في عينتها؟ مع الأسف الشديد كان مستغرب وغير مدرك لهذه القصة، فأجبته أنه هذه قصة موضوع مبدئي يتعلق بإيماننا بديننا بعقائدنا. الدم العراقي حرام، قلناها في أنبارنا الصامدة ولازلنا نقولها وسوف نبقى نقولها. الدم العراقي حرام، سوف نبذل كل ما نستطيع من جهود للحيلولة دون إراقة أي قطرة دم من أبناء العراق. يعني يراد أن يسفك الدم في العراق؟ هل هناك مخاوف من هذا الموضوع أم مجرد هو خلاف سياسي وصراعات سياسية مثل ما يقول البعض أنه هذه بروباغندا إعلامية يراد أن يخوف الشارع من مستقبل قادم؟ هناك أجندات ظلامية تحاول إشعال الفتنة بأي صورة من الصور لإضعاف المكون الأكبر ولإضعاف العراق بكل ما يمكن، لإحراق طاقاته وإمكاناته وشبابه في معارك لا طائل منها سوى تمزيق وحدة صفة. هذه الأجندات الظلامية ليست خفية على أحد، تصرح صريحا فصيحا لكي تتاح الفرصة لتمديد أجندات واضحة من مثل التطبيع وغيره. شكرا شيخنا. سيد جاسم، بنفس الموضوع، هل هناك مخاوف؟ هل هناك خطة مدروسة خارج الحدود أو داخل الحدود لوجود هذه الاشتباكات الداخلية في العراق؟ طبعا هو الإدراك المبكر، القراءة المبكرة لما سيجري، أنا باعتقادي هو المطلوب في عقلية أي شخصية سياسية تعمل في العقل السياسي. العراق بين مشروعين، أكبر من المشروع الإيراني وأكبر حتى من الذين يعتقدون أنه يجرى أمريكيا. هناك صفقة القرض في جهة ومشروع الخط والطريق بجهة أخرى. العراق في المنتصف، حتى هذا موضوع التطبيع موضوع آخر، يعني هنا نتحدث صفقة القرن هو المشروع الأكبر لتقسيم المنطقة وإدارتها من خلال دول معينة، وهذه الدول التي يعني تتحكم بثرواتها في بعدها العقائدي الاجتماعي، مجزئة غير قادرة على أن تخوض حروب وتحت عباءة وغطاء معروف سواء أمريكيا أو عالميا. الخط الآخر الذي يراد له أن لا يذهب إليه العراق وهذا الصراع هو أن يذهب العراق باتجاه الصين وروسيا، وهذا الخط الذي يحاول حقيقة أن يعزل عن صفقة القرن. هنا تبدأ المؤامرة. العقدة في المشهد السياسي العراقي هو القوة في المكون الأكبر. لماذا يؤكد السيد الحكيم على المكون الأكبر؟ لأنه يعتقد من خلال المكون الأكبر ممكن أن تسقط الدولة وممكن أن تبقى الدولة. بمعنى عجزوا عن إيجاد ثغرات لخلق فجوة كبيرة. على سبيل المثال الحرب التي أريد لها أن تستمر طائفيا بين الأخوة العرب سنة والشيعة انتهت وانطفأت وكان هناك يعني وئام وعادت المياه إلى مجاريها. الخلاف وما ذكرت حضرتك لأدوار السيد الحكيم في إطفاء الحريق، أنا أقول السيد محسن الحكيم أطفأ أول حريق عندما أريد للكرد أن يبادوا، وكانت هناك فتوى واضحة بعدم مقاتلة الكرد، وشهد السيد البرزاني شخصيا مع عدد من الأمين الجلسي قال لن ننسى موقف السيد محسن الحكيم. والآن هناك موقف جديد، هو يراد أن يمزق البيت الشيعي أو احترابا في البيت الشيعي لكي ينقسم الرأي، وبالتالي ربما الأغلبية تذهب باتجاه صفقة القرن كما أشار إلى الشيخ. السيد الحكيم لا يريد أن يفرض علينا الخيار، بمعنى إسقاط مشروع الصراع الشيعي الشيعي. بمعنى هذه الانتخابات
المبتكرة أو التي صممت ب يعني إطار معين يراد لها أن يكون هناك تمردا في البيت الشيعي، هناك من يعني يصر على قراره، وهناك من يرفض أيضا أن يتفق مع هذه القوة، وبالتالي نذهب إلى خيارات الحرب الشيعية الشيعية. جزء من شرارتها على سبيل المثال عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظات الجنوب وغيرها، جزء من عدها الذين اندسوا في تظاهرات وحرقوا المدارس وقطعوا الطرق، وكان تسقيط لكل الشخصيات المهمة والآباء المؤسسون في النظام السياسي. إذن هناك رؤية للسيد الحكيم، يقول هناك من يريد أن يشعل فتيل الحرب الطائفية أو الحرب الشيعية الشيعية، الحرب الداخلية، وإذا لم يتمكن فهو سيعود مرة أخرى لحرب أخرى بين المكونات، وإذا لم يتمكن فسيعظم الخلاف الكردي العربي، وهذه محاولات لتمزيق وإضعاف العراق. لذلك هو يقرأ كما أنا قرأت يعني كنت جالس مع السيد الحكيم قبل الانتخابات بشهرين مع جميع أغلب الإعلاميين، وأنا كنت أول المتحدث، قلت له أرى غمامة سوداء فوق رؤوسكم. يعني كنت أقرأ أن هذه الانتخابات التي عجل في إجراءها لن تكون انتخابات لصالح ترسيخ النظام السياسي في العراق، إنما لإيجاد، هذا هو الهدف، هو أن يتقاتل البعض الفائز في الانتخابات ينافسه البعض، دعني أقول الخاسر أو الأقل منه، وبالتالي لا يتمكنون من اللقاء. لماذا بعض القوى لا تتدخل وسيطة في أن يكون تقاربا شيعيا شيعيا؟ هو هذا اللي أتكلم عنه الآن. خطاب السيد موجه أعتقد بهذه الخصوصية وبين قوسين هذا الخطاب هو موجه للكتل السياسية قبل طبعاً. الشارع العراقي أولا موجه للقوى السياسية الشيعية. الشيعية، هل القوى السياسية الشيعية مدركة لهذا الخطاب؟ هل سنشاهد لملمة للبيت الشيعي في القريب العاجل قبل الذهاب إلى التصويت على رأس الجمهورية أو رأس الحكومة؟ لا، هو يريد أن يقول لهم لا أحد الرابح إذا ما اصطدمنا مع بعضنا البعض، وإذا ما اتفقنا مع بعضنا البعض سنربح جميعا. أعتقد بهذه المبادرة هناك إدراك أن القوة السياسية الشيعية ستذهب مجتمعة كقوة مهمة جدا ومؤثرة سياسيا في توازن القوى وفي وحدة العراق، وستتفق، لأنني أعتقد أن الإدراك أو الرسالة التي أوصلها السيد الحكيم قبل هذا الخطاب، كان هناك اجتماعات، يعني أيضا عندي معلومة بسيطة، كان هناك اجتماعات أن الجميع مقتنع الآن بما فيهم الأخوة في التيار الصدري، الأخوة أيضا في الإطار، مقتنعين أن الحوار والتفاهم والذهاب جسد ورأس وقلب واحد هو أفضل لاستقرار العملية السياسية في العراق، وأيضا أفضل لأن لا تكون هناك ضغوطات مستقبلية. يعني إذا ما ذهبنا جناح ممكن أن تفرض علينا صفقة القرن، ممكن أن يفرض علينا التطبيع، ممكن أن يفرض علينا الأقاليم والانفصال، لا نستطيع لأننا رقم صغير ربما مع باقي. لكن إذا ذهبنا بيتا شيعيا سياسيا أنا باعتقادي سنتصدى، وسنشاهد نحن ربما أفضل من غيرنا في كيفية وحدة العراق. ممتاز. الشيخ أحسان الفضلي من النجف الأشرف، شنو هذا المشروع اللي طرحه سماحة السيد الآن، ومشروع الأغلبية الضيقة أو الأغلبية الواسعة، وطرح هذين المصطلحين إلى الفضاء الوطني ومن ثم اختيار واحد منهم، هل هذه الفكرة ناضجة؟ هل وصلت إلى الكتل الأخرى أم أن الإعلان عنها بدأ اليوم من هذا الخطاب؟ أحسنتم. هذا الموضوع مناقش في الأروقة الداخلية ما بين الكيانات السياسية من قبل جميع الأطراف هذه، وكانت أطروحة طرحها سماحة السيد في أحد الاجتماعات أنه مفهوم الأغلبية يمكن أن يتحقق عبر الأغلبية الواسعة، والسبب للدعوة لهذه الأغلبية الواسعة والغرض هي ليس أنه الأغلبية بحد ذاتها، الأغلبية مجرد وسيلة، الهدف الأسمى الذي يسعى له هو تحقيق حكومة ثابتة مستقرة تستطيع أن تواجه التحديات القادمة. هناك تحدي اقتصادي كبير كما أشار الأستاذ، موضوع صفقة القرن وغيرها، تحديات العراق في مهب التحديات
التحديات الاقتصادية العملاقة التي تشهدها المنطقة والعالم جميعا. أيضا من خلال ذلك موضوع طلبات الناس، أمانيهم، رغباتهم، هناك إرادة ورغبة، الناس تريد تنتظر خدمات، وعليها الحكومة أمام تحدي كبير. هناك تحدي آخر عملاق يواجه العراق، والنمو السكاني الكبير، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة، وخصوصا أنه معدل الشباب الأغلبية اللي يمثلوها داخل العراق. وزارة التخطيط تتحدث أنه الأرقام القادمة سترتفع عمر الشباب، نسبة الشباب داخل العراق. فإحنا أمام تحديات جدا كبيرة. أمام هذه التحديات الهدف الأسمى والغاية أنه أن نوجد حكومة تستطيع أن تقف وتعالج هذه التحديات. هذه التحديات هل سيمكن تحقيق هذه الحكومة عبر أغلبية واسعة أم أغلبية ضيقة؟ إن كان التحقيق هذه الحكومة يتحقق عبر الأغلبية الواسعة نحن داعمين ومؤكدين، إن كانت عبر الأغلبية الضيقة ستضمن أنه وجود هذه الحكومة التي تستطيع الوقوف عبر هذه التحديات مع الاستقرار والتحدي الأمني الكبير اللي واجه العراق أمام هذا والأجندات الأخرى التي تعمل على إشعال الفتنة في العراق، إن كانت تستطيع الصمود سنبقى داعمين. وأكد سماحته في كلمته سوف يدعم مخرجات التي سوف تكون ونؤيدهم في سبيل خدمة مجتمعنا، والله المستعان على ذلك. شيخ إحسان، ما يتعلق بالآن موقفكم الآن كحكمة، ذكر السيد أنه لن تشاركون في الحكومة المقبلة، هل ستذهبون للمعارضة أم ما زال الأمر بين أمرين؟ لا أبداً، لن نذهب إلى المعارضة في مرحلة بوجود هكذا حجم من التحديات، وبوجود إرادات وإجندات لاشتعال فتن بمستوى عالي أمام هكذا مستوى من التحديات. لا نرى من الصالح أن نرفع راية المعارضة، على العكس سوف نكون داعمين للحكومة القادمة ونشد على أزر الجميع في سبيل توفير وتحقيق النجاح أمام التحديات الكبرى وأمام ملف الخدمات. أيا يكون شكل هذه الحكومة، ربما حكومة تأتي بمزاج خارجي يريد أن ينفذ أجندات معينة في العراق، كيف يمكن أن الصمت؟ ما دمنا نستطيع الضغط باتجاه، ما دمنا نستطيع الضغط على الحكومة المطالبة بعكس إرادة الجماهير وما يريدونه وخدماتهم، وما دمنا نستطيع أن نقدم النصح والإرشاد للحكومة للوقوف أمام التحديات والإجندات والإرادات التي تريد السوء بالعراق والأمة العراقية شعبا، أما سوف نعمل في هذا الإطار بكل قوة. حكومة الخدمية اللي دعالها السيد، يعني حكومة تقدم الخدمة للشارع المحتاج لها، هل الظرف السياسي الراهن، الضغط الدولي والإقليمي، هل المناخ السياسي الجيوسياسي الموجود حاليا يمكن أن يولد حكومة خدمية تقدم خدمات ناجزة للشعب؟ وهذا أدعى أمام هذه التحديات أن تحظى هذه الحكومة بتأييد الجميع ودعمها واستقرارها ومباركتها من قبل الجميع، ونتيجة للتحديات الكبيرة التي سوف تواجهها في المرحلة القادمة. الشيخ، ما يتعلق بمسألة الدعوة للمجتمع الدولي من أجل الوقوف بالحياد من القضية العراقية، وأن يترك المسار العراقي يأخذ مسراه داخليا، ما الرسالة من هذا الخطاب اللي وجهه السيد ما يتعلق بدور المجتمع الدولي؟ واضح أننا نلمس أن هناك محاولات لإشعال نار الفتنة. أمام هذه المحاولات التي تأتي بمختلف الغطاءات التي تبحث عنها، نطالب المجتمع الدولي ونطالب الجميع بعدم التدخل، وأن أطراف البيت الشيعي هم الأقدر على معالجة أي إشكالات تحدث فيما بينهم، وعلى الوقوف أمام أي تحديات تحاول خلق الفتنة فيما بينهم. سيبقى البيت الشيعي واحدا متكاتفا مقدما للمصلحة العليا على جميع المصالح الشخصية أو الفئوية، وسنرى ذلك في القريب العاجل إن شاء الله. هل هو الدعوة يعني يجب أن تكون للمجتمع الدولي بأن لا يتدخل، أم للفاعل الداخلي بأن لا يستنجد بالدعم الخارجي أو التوجيه الخارجي؟
بكل الأحوال اليوم أطراف العراقية، أطراف البيت الشيعي وأطراف الوطنية العراقية تمتلك من القدرة والإمكانية سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي، وعلى صعيد وفرة القيادات السياسية التي تمتلك إمكانية الحوار للوصول إلى تفاهمات في هذا الإطار. الطلب من فاعل خارجي إلى التدخل غير موجود بالصورة التي تسوق لها إعلاميا. لا زالوا القادة الموجودين يمتلكون القدرة على الحوار والوصول إلى تفاهمات تخدم جماهير العراق وتخدم شعبه وتقدم مصلحة العراق على كل شيء. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. أحبة المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة إن شاء الله. يا ثورة ونبرة صوتك قفتان وعاشور، مقتول وما تموت بعدك عالي الصوت، مقتول وما تموت بعدك عالي الصوت. يا محمد باقر ويامك ما يوقف واحد قدامك، يا محمد باقر ويامك ما يوقف واحد قدامك. بروح بروح للموت وياك، قلب المجروح لا ما ينساك. هاي رجالي وهذا الحق. أهلا بكم، مرحبا مرة أخرى أحبة المشاهدين. سيد جاسم، ما يتعلق ب هذا الخطاب اللي طرحه السيد الآن، هناك مسارين، مسار الأغلبية الواسعة والأغلبية الضيقة. ربما الأغلبية الضيقة التي يتحدث عنها الآن، الأغلبية الواسعة هي إشراك ربما الإطار في هذه الحكومة. هل ممكن أن هذه الأغلبية الضيقة أن تضر بالواقع العراقي اللي موجود إذا ما ذهبت بهذه الكيفية الموجودة؟ لا، هو شوف توازن بالمناسبة، يعني مفهوم المعارضة مو معيب، يعني السيد الحكيم إذا راح للمعارضة بالعكس تقويمة وتقييمة لما ستؤول إليه نتائج إدارة السلطة التنفيذية والتشريع، وهو يعمل بالتشريعية ربما أفضل من أن يكون في حكومة نتحدث بين خيارين. هذه الحكومة قد تواجه عواصف كبيرة جدا، يعني الوضع السياسي العراقي لا يتعلق فقط بالمفعول به في سؤالك الذكي، هو القوى السياسية الأخرى تتأثر أو هي تذهب إلى دول إقليمية تكون فاعلة بالقرار السياسي العراقي. نقول التحديات كبيرة بحيث لا تتمكن حكومة مرشقة مقلصة ضيقة كما يسميها أن تواجه عواصف كبيرة جدا، جزء منها يتعلق بطموح داخلي عراقي. يعني لا نستطيع أن نقول مثلا أن هناك من يرغب بأن يكون في التطبيع وهو من مكونات تشارك في المشهد السياسي العراقي، فإذا ما ذهبنا إلى حكومة مختصرة مقلصة صغيرة يعني حجمها لا يكون موسع، بكل تأكيد يعني ذلك أن الدعم لقوة هذه الحكومة لن يبنى على أساس الأغلبية المتعاضدة والمتفاهمة في الطموحات والأهداف. بمعنى صحيح قد تكون قوة داعمة تشريعية كردية وسنية وصدرية على سبيل المثال، إذا ما كان هناك مشروعا سنيا أو كرديا هذا الدعم التشريعي سيتوقف إذا ما تقاطع معه الأخوة يعني الصدريين في إدارة السلطة أو مشاركة في إدارة مع السنة، أو كان طموح للسنة يتقاطع مع الصدريين ومع أو كان طموح للصدريين. طبعا تعرف السلطة التنفيذية أمامها مهام، جزء منها رئيس الجمهورية في المادة 61 ما يتعلق باقتراح القوانين لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. رئيس الوزراء إذا ما قدم أي مشروع قانون يتقاطع في ظل عواصف تحيط بالعراق مع طيف معين كرديا أو سنيا لن يتمكن من أن يمرر ذلك لا بالسلطة التشريعية ولا بالسلطة التنفيذية. لكن إذا ذهبنا إلى حكومة موسعة بمعنى مشاركة أغلبية البيت الشيعي على سبيل المثال مع الأخوة الكرد الذين يشاركون مع السنة كل السنة يشاركون، سنعود إلى توازن عشناه بعد 2005 وهو التوازن الذي لا يفرض على الآخر. بمعنى شنو اللي حصلنا من هذا التوازن؟ صحيح كانت حكومة
مقسمة، أنا معك، ولكن أنا أتحدث عن مشاريع أكبر من مشروع الخدمات، أكبر مما يحتاج الآن نتحدث عن حاجة المواطن، ومشاريع ربما انزعجت ما بعد 2003 من مشروع النظام السياسي البرلماني، واعتقدت أن هذا المشروع سيستمر بالأغلبية الحاكمة والأقليات المشاركة، وربما كان هناك منطوق آخر، منطوق طموح الدولة الكردية لا يزال موجود ومترسخ، صحيح منطوق أن تكون هناك دولة سنية أو فدرالية سنية موجود، وأيضا حتى الطموح الشيعي ربما بالفرات الأوسط والجنوب أيضا مشاريع أخرى. أنت متخوف من تنفيذ هذه المشاريع طبعاً في ظل حكومة أغلبية ضيقة؟ أغلبية ضيقة ستواجه عواصف لن تتمكن من التصدي لها. أولا لن تتمكن من أن تتصدى إلى فتح الانسدادات السياسية أو الاقتصادية والمالية الداخلية، ثم لن تتمكن من أن تتصدى لمشاريع أخرى تريد للعراق أن يذهب بهذا الاتجاه. قوة التأثير الخارجية على الحلقة الأضعف، الحلقة العراقية، لن تمكن هذه الحلقة الأضعف إلا عندما تكون هناك قوة أغلبية متفاهمة. يعني على سبيل المثال إذا ما تحدثنا عن الأخوة الصدريين يرفضون التطبيع، الإطار يرفض التطبيع على سبيل المثال. الإطار والصدريين في خط واحد ضد حتى وجود الاحتلال الأمريكي أو وجود أي شيء شكل من أشكال الأجنبي، في حين لا توجد مشكلة لدى الكرد، لا توجد مشكلة لدى السنة على سبيل المثال. إذا هذا التأثير الخارجي استطاع أن يفرض على قوة هذه الحكومة المصغرة أو المختصرة أو المقلصة رؤيته، بكل تأكيد سوف لن تتمكن هذه الحكومة من أن تردع أو أن ترد، لا بسلطتها التشريعية ولا بسلطتها التنفيذية. هناك من يتخوف من مسألة المعارضة لأنها ستنزل للشارع، وإذا نزلت هذه المعارضة للشارع فستحدث مثل ما حدثت في يعني 2019، وهذه المشاكل وهذه المظاهرات وهذه ردود الفعل السلبية التي كانت موجودة. كيف تضبط إيقاع الشارع إذا حصلت هناك معارضة لأطراف ربما الكثير منها مسلحة؟ لا، لأن السلوك في تنفيذ المواد الدستورية خاطئ. لا، أنا أتحدث إياك كمحامي. كل التظاهرات مشروعة ولكنها مشروطة، لا توجد تظاهرات دون أن تكون هناك شروط. بمعنى القوى السياسية التي تخرج للشارع عليها أن تتعهد أو تلتزم بأربعة شروط مهمة جدا. هو أولا مكان التظاهر والشعارات التي ترفع، وأن تكون مسؤولة عن هذه التظاهرات، وأن تحدد الزمن لهذه التظاهرات. لا توجد تظاهرات مفتوحة في النظام الديمقراطي أبدا في كل العالم، في كل العالم، في كل النظم الديمقراطية، سواء يعني الناشئة أو المتقدمة الراسخة، لا توجد تظاهرات إلى ما لا نهاية، أنا أقطع الشارع، أنا خلاص أمسك بشارع. هذا يسمى عصيان، والعصيان في النظام الديمقراطي مخالفة، لأن لديك ثورة بنفسجية. معارضتك في إسقاط الحكومة أو استبدال الوجوه هو في صناديق الانتخابات. هسه الانتخابات مزورة مزورة، لكن هو هذا السلوك. لذلك الذين يعولون على خيار الشارع في المعارضة خيار خطير وسلاح خطير في ظل عدم قبول يعني الأطر أو القوانين الراسخة في النظام الديمقراطي تحدد أن التظاهرات مشروعة ولكنها مشروطة. راح تقول لي واحد يابا منف ذولي، أنا متظاهر ومنف ذات للحكومة. من حقك أن تعيد التظاهرات لعشرات المرات ولكن ليست بصورة دائمة، لا بالقانون الدولي الإنساني. هل سيلتزم بها هذه الضوابط؟ لا ما يلتزمون، وهذا اللي يخوف. وليش الخوف؟ الخوف من أن التظاهرات سلاح من أسلحة القوة الخشنة التي تريد أن تفرض الإرادة أو لو الذراع على الآخر. أذهب إلى شيخ أحسان، تتفق مع السيد جاسم ما يتعلق بخطورة التسليم بالمعارضة والنزول للشارع؟ ربما ستشهد هذا الوجه من المعارضة التي تنزل للشارع قد تكون مسلحة وتحرق الأخضر واليابس، هل هذا ما يجعلكم متخوفين من الذهاب للمعارضة؟ شخصيا ما عدنا يعني ابدا على طول هم تاريخ يعني حكماء الحكمه ومشروعها، ما نزلنا في يوم من الايام الى الشارع حاملين السلاح ومصعدين وابدا. والقصه مرتبطه انه هل هناك ضوء اخضر شرعي لكي ننزل هكذا نزول؟ الى الان يعني ما لم نشهد ايضا مثل هكذا موضوع، فماكو اصلا هكذا فكره. إذا نريد ننزل كمعارضة للشارع سنفعل كما فعلنا في أحد حكومة الدكتور عادل عبد المهدي،
بالضبط ما ذكر أستاذ جاسم، يعني أكدنا، أبلغنا عن المكان التظاهر، أبلغنا عن الشعارات، طلبنا حماية الشرطة، أكدنا، تعهدنا بسلميتها وبخلوها أي صورة من صور العنف أو التصادم. هكذا هي الصورة المعمول بها في النظم الديمقراطية في كل العالم، هذا طريقة التظاهر. وهي يبقى عندنا مشكلة أنه قانون التظاهر أو غيره ولم يقر، كما أشار أستاذ جاسم في موضوع، بالفعل هناك مشكلة تشريعية في هذا الموضوع تتعلق بهذا الموضوع. أنه أمر الآخر، إحنا نتحدث عن كيانات سياسية، يعني بالإجمال الكيان السياسي ينزل إلى الشارع، يعني هذا تعطي رسالة أنه هذا كيان عاجز. النتيجة أنت عندك جمهور، تخاطب جمهورك، تتواصل ويا جمهورك، تعمل مع جمهورك لتأتي الجولة الأخرى وتخوض غمار انتخابات، تدفع باتجاه العمل على ضمان أن لا يتاح فرصة لتدخل أجندات للتلاعب بنتائج الانتخابات. هذا السياق الطبيعي المعمول به في كل العالم، في كل النظم الديمقراطية. فالمعارضة يعني ما عندنا تخوف أنه للنزول وسلاح وإلى آخره، ماكو تخوف من هذا الموضوع. ولكن السؤال بشكل التالي، هل يمكن للأجندات الظلامية أنه تحاول أن تستغل أي تعبير في الشارع لمعارضة لإشعال فتيل فتنة وتصعيد وإلى آخره؟ نعم ممكن، هذا يعني لم يكن حصري في العراق، هذا الموضوع جرى في العديد من دول العالم، شهدنا هذا الموضوع أنه تستغل هذه القصة لتحقيق أجندات. فأمام هكذا تحديات، مع التحديات الكبرى اللي أساسا راح تواجهها الحكومة العراقية القادمة، هل الوقت مناسب أم يجب أن نشد الأزر جميعا لكي نستطيع النجاح والمرور أمام هذه التحديات؟ تحدي الملف الاقتصادي تحدي عملاق كبير نتحدث عنه، يعني يحتاج إلى تفصيل واسع أمام هذا التحدي الكبير. تحدي موضوع البطالة اللي أشرنا إلى تحدي كبير، ولهذا سمحت السيد الحكيم أشار في كلمته إلى موضوع الشباب والبطالة، هذه تحديات عملاقة قادمة ويجب المباشرة بالمعالجة، لا يمكن التأخير أو التأخر عن هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع تفاقمي، يعني النسبة رايحة بارتفاع أكبر وأكبر، والفقر والجوع والبطالة قضايا هي الأغطية الأكبر اللي ممكن من خلالها أنه أي مشروع ظلامي أو أجندات فتنة ممكن أن تستغلها بأبشع استغلال. شيخنا، ما يتعلق بأعود إلى بادئ كلامكم في بداية الحلقة، ما يتعلق بموضوع المراجعة، الآن ذكرتم وذكر السيد أنه يجب أن نراجع الشأن الداخلي والوضع الداخلي، وأيضا ذكر بأن هناك أجندات حرفت الانتخابات أو هكذا فهم وزورت الانتخابات. إذا كانت الانتخابات مزورة فلماذا تراجعون؟ المفروض أنه إذا كانت انتخابات مزورة فالنتائج ظلمتم بها ولا حاجة للمراجعة، فلماذا تراجع وأنت قد ظلمت؟ أصل مبدأ المراجعة هو قائم، سواء أنه حققت يعني منجز انتخابي كبير أجرينا مراجعة في مراحل سابقة، سواء لم نحقق أجرينا مراجعة، سواء أنه كانت النتائج بالشكل اللي ممكن القبول به أجرينا مراجعة. أصل فكرة المراجعة ما بعد أي تحدي انتخابي ضرورة، أنه الإنسان إذا ما يراجع نفسه أساساً، أنا كفرد كشخص يجب أن أجري مراجعات مع نفسي، ما هي الإيجابيات، ما هي السلبيات، كيف أعمل على أنه أتقدم، أزود رصيدي من الإيجابيات، أقلل السلبيات. فكيف على مستوى تيار واسع ممتد في الأمة، هذا بالتأكيد الحاجة إلى المراجعة دائماً ستبقى قائمة. يبقى أنه ما هو الفترة والوقت المناسب والأنسب لإجراء أي مراجعة؟ أنه ما بعد التحدي الانتخابي، لأنه قبل التحدي الانتخابي يعني غير مناسب، ما بعد التحدي الانتخابي ليتكون فترة عادة شبه الهدوء بمقدار ما، تكون فرصة مناسبة لإجراء المراجعات أيا كانت النتائج الانتخابية. المراجعات جرت
وتجري وستجري أيضا، ونستمر في هذا الموضوع، وهي فرصة أيضا لمراجعة من خلال المراجعة أنه أن يدرس الشارع، تدرس متطلبات الجماهير، يدرس الخطاب الإعلامي، يدرس في جميع الأصعدة، وتحديد أولويات المرحلة وآليات العمل في هذه المرحلة. في الشأن الداخلي يعني في هذه التجمع، في هذا التجمع وهذا العدد الكبير جدا، هل نفهم أن الحكمة امتصت الأزمة وعادت من جديد؟ نحن نشاهد إذا ما قارنا الأعداد بالتجمعات السابقة، الأعداد أكبر كانت والحضور والتفاعل كبير جدا. هل هذه الجماهير التي جاءت تبعث بهذه الرسالة، نحن لم ننكسر وسنواصل، والجولة القادمة ماذا ستكون بحسب فهمكم للموضوع؟ الجولة القادمة ستكون عبر العمل والتكاتف والنزول الميداني. مشروع الذي طرحه سماحة السيد الحكيم في كلمته من ضرورة تشكيلات الخدمة اللي هي تكون بالتواصل وبالتنسيق مع الإدارات المحلية لتشكيل حملات لخدمة الناس والمساعدة ضمن الإمكانات اللي متاحة من خلال العمل التطوعي ومنهجية العمل التطوعي. هذه الجماهير لن تكسر ولم تكسر ولا يمكن أن تكسر، سوف تستمر بالعمل على ضوء ومنهج خط العلماء ومنهج شهيد المحراب الخالد قدس الله نفسه الزكية. شكرا شيخنا. سيد جاسم، أنت الآن كيف تقرأ مستقبل القريب ربما للمشهد؟ نتكلم عن مصطلحين، أولا المشهد الداخلي للحكمة، وأنت تنظر من خارج الحكمة، كيف تنظر مقارنة مع هذا الحضور وهذه التجمعات الكبيرة، وكيف تقرأ مشهد تأثير هذا الكيان السياسي على الكيان العراقي الآن؟ يعني إذا تجربة 2010 أعتقد أن الحكمة من مكان المجلس أعلى ذهب إلى المعارضة، ومن ثم كان هناك انفصال أيضا بين المجلس والحكمة، وأسس الحكمة على قاعدتين. أولا أسقط مفهوم الأرستقراطية التي كانت تعرب بها يعني آل الحكيم تحديدا في تنظيماتهم السياسية، على أن يأخذون النخب والشخصيات المعينة. كان هناك مساحة لترجمة الوجود الاجتماعي يعني مع الطبقات الفقيرة أو الطبقات المؤمنة بآل الحكيم، وتحديدا يعني وصول من السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه وصولا للسيد عمار الحكيم. وهذا التعاضد فيه أيضا بعدين، بعد عقائدي مبني على أساس التقليد ومفهوم المرجعية، وبعد آخر هو الثقة العالية بهذه العائلة الكريمة ومن معها بأنها قادرة على أن تلبي احتياجات الشارع. أنا أعتقد إذا الحكمة استطاع أن يعمل بوسيلة أخرى أكثر تجددا من الوسائل الأخرى، جزء منها ما يتعلق بمفهوم شعبية التنظيم، بمعنى أن يكون التنظيم أكثر شعبية وأن لا يعتمد فقط على النخب المعينة، أو دعني أقول في بعض الأحيان مساحة أفقية لنخب معينة، لا، أنا أقول الجميع يحتويهم التيار الحكمة، وأن يكون التنظيم القادم سواء على مستوى التنظيم الداخلي أو على مستوى تنظيم الانتخابات، أن تكون هناك دراية وفطنة وخيارات لما ستؤول إليه ربما أسوأ ربما إجراء الانتخابات، أسوأ الحالات في إجراء الانتخابات على المستوى الخارجي، يعني على المستوى خارج الحكمة الوطني على البيت الوطني. يعني تعرف أن دائما وأبدا التنظيمات في قيادتها معرفة، وهذا مفهوم بالشرق الأوسط عادي. السيد الحكيم يعني من زمان أنا قلت إسلام حضاري ودولة مدنية، فلا يخشى لا تخشاها التيارات المدنية ولا تخشاها التيارات الإسلامية، وحتى الراديكالية تعتقد أنه الجسر الذي يفترض أو الطريق الذي يفترض أن يسلك في عملية التناقضات. على المستوى الإقليمي لا أعتقد أن يعني آل الحكيم تحديدا فقدوا يعني وجودهم وتأثيرهم على مستوى الدول العربية وحتى الدول غير العربية، لا زال يعتد ويعتقد أنهم لاعب أساسي ورقم مهم،
وبالمناسبة حتى الأرقام الانتخابية قد لا تشكل رؤية أو دعني معيارا داخليا أو خارجيا للحكمة، ولكن بكل تأكيد الحكمة في هذه المرحلة إذا نجح، الآن أتحدث، إذا نجح في كيفية الذهاب بجميع الأطراف السياسية الشيعية في بوتقة واحدة متقاربة قادرة على أنضاج حكومة ليست عجوز، حكومة قوية تستطيع أن تعالج هذه الانسدادات وأن تقب بوجه المشاريع، أقول مستقبل الحكمة سيكون أكبر من المستقبل الحالي. ممتاز. شيخنا بسؤال أخير وبأقل من دقيقة، هل تعتقد بأن هذه الرسائل التي طرحها السيد الحكيم وصلت إلى أسماع السياسيين، ومن الممكن أن نشهد لملمة للبيت الشيعي قبل جلسة اختيار رئيس الجمهورية؟ كبيرة على مستوى الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا سماحة الشيخ، الشيخ حسان الفضلي عضو المكتب السياسي بتيار الحكمة، كنت معنا من النجف، والسيد جاسم موسوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. أحبتي المشاهدين، واستمرار هذه التغطية على أنظاركم وأسماعكم ستشاهدونا في جلسات أخرى. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة.